قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالجيش في أي دولة هو درعها الحصين، تحرص على تزويده بالمال والعتاد والرجال. والقيادة الكويتية إدراكا منها لما يمثله الجيش من قيم وطنية، وجهت نظرها نحو تأسيس جيش قوي يعتمد قاعدة الكيفية للكمية، وزودته بالمعدات المتطورة. وعبر مرحلة قصيرة تمكن هذا الجيش من الظهور كقوة فاعلة برزت من دوره في معركة المصير مع العدو الصهيوني، فحاربت القوات الكويتية على جبهتي سيناء والجولان عامي 67 و73. حارب الأبناء هناك وقدموا الشهداء وسام فخر ومصدر قوة. كما الجيوش بحاجة مستمرة للتدريب والصقل وتطوير العتاد والسلاح، فهي بحاجة ماسة للعنصر البشري يغذي مسيرتها الظافرة ويؤكد ديمومتها على مر السنين عنوان رجولة وفخار توقير لهذا العنصر البشري، ورغبة من الدولة في إشراك جميع أبنائها وتفاعلهم مع جيشهم وإشراكهم في هذه المهمة المقدسة. أوجدت التجنيد الإجباري وحكمته بقانون ينظم مسيرته، إنه القانون الأول من نوعه في المنطقة. لقد فرض التجنيد الإلزامي على كل شاب كويتي من الذكور، مما يتيح المجال لمعظم شباب الكويت بالانتساب إلى الجيش لتأدية الواجب المقدس. إن الجيش مدرسة الرجولة الحقة، فيه الصبر والخشونة والطاعة وحب النظام.